راح يعطينا الكثير من المعلومات فيما يخص هذه الرياضات الميكانيكية، باعتبار أنه ملم بهذا الميدان وهو مكلف بالاتصال. ترحيب كبير بفهد. احنا شابة وراء من عند فهد بوق شبية اللي قلت أنه هو المكلف بالاتصال في كارتينغ الجزائر. فهد مرحبا بك. الله يسلمك، يعطيكم صحة على الانفيتاسيون هذه. انت رحت ديريكت اللي تقول دائما سي مو كي كوموند. انا بروحي بغيت نهضر. فهد راه يخمم، راه يخمم لزمان عقوبه، انت ما على بالكش. تسلمني على راسي، راه على بالك راه يدير. ما كنت على بالي فهد باللي تعرفها من قبل. جاست اون اونسيان في سبور ميكانيك، برك جبدت روحها ودوك انا نعاودو نشوفو فيها بصح. اونسيان جبدت روحها. بالك تقولوا توحى راهي تكذبوا لها. فهد اون بيرسون هو بصاحبه امين قالوها. انا خاطيني. الله يعطيكم الصحه. فهد المكلف بالاتصال في الكارتينغ، النهار اليوم جينا باش نحكيو على هذا الدومين اللي ما عطينالوش حقه من خلال الاعلام الجزائري، واليوم كحصه شبابيه حبينا انه نقولوا انه هي واحده من بين الاهتمامات تاع الكثير من الشباب الجزائري، بصح ما على بالهمش باللي هذا التخصص كاين في الجزائر، وما على بالهمش باللي كاين مضامير وكاين فيه كذلك تكوين وغيرها من الامور الاخرى. نبداو ديجا من لا ديكوفيرت تاع الكارتينغ هذا وليستوريك تاعو في نفس الوقت. في الحقيقه لوريجين تاع لو كارتينغ اولا الى ايتي كري في الماريكان. في الماريكان اترافير دي ماشين اتوندوز ا غازون، وبيان سور لي زوروبيان بعد ديفلوباوه، هما اللي ديفلوباوه بزاف بزاف، ودوكا الحمد لله ربما كاين الكارتينغ كومونس ما بدا يديفلوبا هنايا اون الجيري، وحاجه يعني تفرح باسكو ثاني كاين اطفال يعني اللي راهم دوكا يمارسوا، كاين اطفال سبع سنين ناشئه، سبع سنين حتى ال 14 سنه، وحنا جبنا لكم يعني اطفال معنا ثاني اليوم باش تشوفوا باللي كاين يعني ان ترافاي دو فون، وكاين يعني الكارتينغ هذايا في الجزائر سي فري صح هو متحصر حاليا، متحصر ربما في العاصمه، مي نقدر نقول لك باللي الناس الغرب يعرفوه كذلك، باسكو كاين ان كارتينغ موبيل اللي راهو يدي بلاصه يروح الوهرن، نروح الوهرن مستغانم معسكر بورسي، دونك كاين يعني فيها فيه يعني بروغريسيون، يعني اون مارج دو بروغريسيون في لو كارتينغ هذايا. الله يبارك، يعني صافي بليزير هكا باش نزيدو نعرفوا بلوس لا جوناس الجيريان على هذا الكارتينغ، وعلى يعني هذا الرياضه اللي لازم نروجوا لها بشكل كبير في الجزائر، حتى يعني نكونوا في مصاف الدول اللي تعطي اهميه لهذه الرياضه. كي نحكيو على الكارتينغ يعني فهد، نحكيو في نفس الوقت على يعني لي كاتيجوري اللي كاينين في هذا التخصص وفي هذه الرياضه، اسكو كاين فيها دي كاتيجوري؟ شوف هي فيها دي كاتيجوري، ما احنا حاليا كاين يعني اشبه لي كادي، مي حبيت نعاود نولي لك برك ماسيف واحد القضيه باللي كاين لو كارتينغ دو لوازير، يعني كاين الكارتينغ تاع شراقه اللي هو يعني وفر هاد الوسائل هادوما للاطفال، ربما نقدر نقول لك ان دي بريمي سونتر دو لوازير دو كارتينغ في افريقيا، اللي يصبح ثاني اطفال تاع 4 سنين ونص يقدروا يمارسوا الكارتينغ اكومباني، 4 سنين ونص يكون اكومباني باباه ولا ان مونيتور تماك اللي يقدر ياكومبانيه. خطرش سي دي ماشين سبيسيال ولا سي دي ماشين سبيسيال؟ سي ان بي بلاس تو درايف، تسمى سيارة كيما هادي، ربما كيما هادي، لان بون ماشي كيما هادي باسكو هادي كيما الحاجة توحى ما تقدرش تركب فيها. ما هادي دو كومبيتيسيون 125 دونك سي ان كارت دو دو بلاس افيك دو فولون، يعني السائق منا ولونفون منا، افيك اون سانتير دو سيكوريتي بيان سور. نقدروا نزيدوا له اون موس ديكستونسيون اللي يقدر يرتاح فيها كذلك، يعني راح يعطيه لا نوسيون يعني دو باز، راح يدوق الطفل ولا يعني واحد تاع 4 سنين ونص يقدر يدوق لي سونساسيون دو كارتينغ. ايماجين يعني الواحد كي يبدا وهو في عمره 4 سنين ونص كيفاش راهو رايح يولي بعد ما يوصل 16 سنه، بعد ما يوصل ل 20 سنه. والله صدقني ماسي، انا حضرت دي زونفون يعني سياو لي بارون تاعهم علو الاطفال هذوك يرهبوا شويه، بصح اون فوا يديماري لو كارتينغ يديماري
الاطفال اللي يابسوربيو فيت ما يحبوا هذيك لا سونساسيون هذيك دو فيبراسيون تاع لو فولون وكلش، وهذيك اللي تعطيهم ربما الاحساس تاع الارتياح وربما دو فولوار فير بيان لي شوز اي افونسي. ونزيد نضيف برك حاجه واحده اخرى، كي رانا لهنا نشوفوا في لي تروفي تاع اول بطل عربي وافريقي اللي هو عمر ميغاي، نتحيوه تحيه يعني تري شالوروز، باسكو كاينه حاجه للناس اللي تعرفها باللي كارتينغ تاع شراغا ميغا كارت هو سي البريمي سونتر دو لوازير دو كارتينغ بور اونديكابي او نيفو افريكان اي دون الموند عرب. اعطونا تحيه كبيره. تحية كبيرة على كل القائمين على هذا الكارتينغ اللي راهو تحت وصاية وزارة الرياضة بشكل مباشر، الشباب والرياضة، وتابع في نفس الوقت يعني ل نقولوا مديريات الرياضة للجزائر. ايه بيان سور، حنا نخدموا اون ايتوارد كولوباراسيون يعني مع لا ليغ دالجي لي سبور ميكانيك، سي توت افي نورمال بور ديفلوبي يعني لا ديسيبلين هادية. دونك قلت لك اترافير هاد لا ديسيبلين كي لونديكار سي تري امبورطون يعني باش حاجه مهمه باش نلحقوا يعني ان ميساج. وفي مواد مارس ان شاء الله راح تكون اول اكاديميه افريقيه للاطفال الصغار يعني البيلوطاج، وهذه راح تكون حاجه تشرف يعني الجزائر. ونقدر نقول لك ميم الرياضه الميكانيكيه ولا يعني يعني نقدر نقولوا قفزه اللي راح تكون من حسن الى احسن ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. صح صح فهد، يعني اسكو كاين اون فورماسيون لهاد الناشئه هذوما باش يعني يكون عندهم ممكن يعني مشوار، ممكن يعني خبره في هذا الكارتينغ هذا؟ بيان سور، هو سي امبورطون يعني حاجه مهمه يكونوا اون كادري، سي نورمال كيما ناجي ولا رضا، عارف بلي رضا الا ايتي اون كادري بتاتر منذ بتاتر عامين، ناجي كذلك ثلاث سنين، دونك كاين ترافاي دو فون اللي ندار. سي تو تافي نورمال باسكو ما يكذبش تو الموند سي تمند على بالهم باللي لاريال شومبر تاع لو سبور ميكانيك سي لو كارتينغ. دونك باش واحد يلحق النيفو تريزيلفي كي لا فورمولا سي سامبل، لازم يفوت على لو كارتينغ. وهذه ان شاء الله ربما احنا نقولوها من منبر هدايا، ربما دي سي 5 5 سنين 6 سنين نقدروا نقولوا باللي راح يكون ربما عندنا بطل، نقدر نقولها بكل تحفظ يعني يقدر يكون يلحق حتى لا فورمولا ان شاء الله. يعني انا متفائل بزاف بزاف، باسكو راني نشوف من راهي الكارتينغ هنايا اون الجيري راهو من حسن الى احسن. وما يخفالكش باللي كاين دوتر سيكوي اللي راح يحلوا ان شاء الله في 2016، وربما واحد اخرين يزيدوا في 2017. نظن باللي لا ماتير يعني الاساس هو الميضمار، بيكونوا كيكونوا بزاف يعني لي سيركوي راح تتطور اكثر واكثر، وان شاء الله نخرجوا وبيان سور ناخذوا الحاجه. انا راني مكوموندي وحده على حسابي هكذا الحاجه، وحده على حسابي باش تكون شويه عندها وليدها بيلوت. في هذا الموسيقى الداخل؟ نعم فيها شنو الموسيقى؟ نقدروا نزيدوها اون اوبسيون هذه. انا ندير شويه تاع مدحات ونرد بطري. هاكا غادي ندير، ابوي غادي ندير هاكا وهاكا ولدي. ما بلا فيتاس الحاجة شتاو؟ الحاجة المدحات على بالك لا فيتاس ما شكيتش. ما سمعتكش عاود. انا هذه ما نسمع بها حتى الحاجة. مادام انه راكي خبيرة يعني في هذا الميدان وعندك باع طويل وكبير جدا. وقولها وعاودها وراك تكسل فيها كده. فيها المارشاريير ولا ما فيهاش؟ هادي نسيت باش نقولها لك، نورمالمون انا نقولها لك. يقول لك الراي راي ماشي بيدي، كي نقول هضره ما نعاودهاش. المشاريع المهرسه عندي والزعقه ما نحملهاش. هادي هي اللي قلت لك عليها تاع المشاريع ما عندي، هادي المشاريع تاعها مهرسه. هذا بروح عليه صنعها. الى هو. المشاريع مكتوبه. هذه تسويقه للحاجه توحى، علاش؟ لانه جاوبت علينا اجابه صحيحه، هذا دليل على انه يعني اديتي معلومات واديتي خبره في نفس الوقت في الكارتينغ. فهد راح نقول له يعطيه الصحه اللي جانا نهار اليوم. عندك حاجه راك حاب تضيفها لنا؟ والله انا حاب نلحق برك ميساج يعني اللي يعني الناس باش تعرف باللي الرياضه هذه سي تان سبور كوم تو لي سبور يعني كاي رياضات. كاين نوادي اللي يقدروا يتقربوا منهم ان شاء الله يكونوا يعني في يقدروا يكونوا يعني بروش دو سي كلوب لا، كاين سوا ميغا كارت في شراقه ولا ان ار دي تاع دالي ابراهيم. دونك راهم متفتحين يعني بور ريسيفوار استقبال كاع الاطفال هذوما
اللي راغبين والديهم ولا واحد اخرين ولا والله يعطيكم الصحه وميرسي. ربي يحفظك ربي يخليك. ونقول فقط انه فهد من بين الرجال اللي راهم قايمين بشكل كبير وكبير جدا على الترويج وعلى في نفس الوقت اعطاء الصوره الايجابيه لهذا الرياضات الميكانيكيه بما فيها الكارتينج، ونتمنى لك ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق في هذا الميدان ان شاء الله. يلا راح نستقبلوه في هذا الاثناء في نفس الوقت أمينة كركوك.